السلام ومرحبا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذا المقادير راهم موجودين بالعربية في آخر الفيديو وتحت الفيديو. وصفة اليوم لكوكيز أو بسكوي بالشوكولا. هذا البسكوي هو المحبب والمفضل عند أطفالنا وعند الكبار أيضا. سأقدم لكم وصفة رائعة ونتيجة ممتازة، وغادي تتحصلوا على كوكيز لا يختلف عن الذي يباع في المحلات أو أحسن منه، وغادي يجيكم يدوب في الفم. ببيضة واحدة تحصلت على 29 قطعة، يعني كمية لا بأس بها. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات نحتاج 200 غرام سكر عادي ما يعادل كأس واحد، كأس اللي يرفد 250 مللتر ماء. نحتاج أيضا 250 غرام الفارينة العادية أو الطحين ما يعادل كأس ونص. نحتاج 150 غرام شوكولا على شكل حبيبات، وزيت طحنتها قليلا باش تجي بنينة في العجينة. هذه الكمية ما يعادل 3 أرباع تاع كأس. نحتاج أيضا 125 غرام زبدة طرية أو مارغارين طرية، حبة بيض، ملعقة صغيرة نتاع سكر فانيلا ما يعادل كيس واحد، وعشر غرامات خميرة الحلوى أو ملعقة صغيرة ما يعادل أيضا كيس واحد. ونحتاج أيضا نصف كاس تاع لاتاي تاع ما يعادل 50 مللتر، وأيضا زوج ملاعق كبار بودرة الكاكاو ما ذكرتهاش مع المكونات. نضع في كاسرولة السكر ونترك قليلا باش نستعملها من بعد مع البيض، ونزيد على هذاك السكر كمية تاع الماء نصف كاس تاع لاتاي ولا 50 مللتر، وغادي نوضعهم فوق نار متوسطة. وفي نفس الوقت غادي نوضع البيضة في إناء الخلاط، نزيد عليها كمية السكر هذيك اللي خليتها والسكر فانيلا، يعني السكر اللي راه في الكاسرونة راه فوق النار متوسطة، وفي نفس الوقت راني ندرب في هادو. زدت أيضا قرصة تاع ملح باش البيضة تاعنا تولي مورانغ بالخف. غادي نبدو نخلطو فيهم. حتى نتحصلوا على كريمه والخليط تاعنا اللي راه فوق النار نخليته على نار متوسطه. من يبدا يغلي نحسبه واحد 30 ثانيه، واحد 30 ثانيه ونجيبه ونزيده في هذا الخليط الاول. هو لهنايا سيبدا يغلي، ما نخلوش بزاف باسكو ما فيش بزاف الماء. غادي نقصوا شويه السرعه ونزيد عليه هذاك الخليط وهو ساخن. من نفرغوه كامل غادي نزيدو للسرعه ونخلوه حتى يبرد تماما. بعد نتاكدوا غادي نحطوا غير يدينا مع في الاناء، الا شفناه برد غادي نزيد عليه الزبده. مية وخمسة وعشرين غرام زبدة، وأيضا زوج ملاعق كبار مملوئين جيدا نتاع بودرة الكاكاو أو بودرة الشوكولا. هذه شوكولا مرة ماشي حلوة. وغادي نخليهم يتخلطوا مليح أيضا حتى يتجانس الخليط. هذه المرحلة مهمة جدا في نجاح الكوكيز باش يجو مقرمشين وفي نفس الوقت يدوبوا في الفم. يعني تقريبا عندها نصف طريقة تحضير لماكاو. نخليهم يتخلطوا مليح وفي الأخير نزيدوا المكونات الأخرى. هنا صاي رانا تحصلنا على الخليط اللي انا حابينه، الدهان كاع داب تخلط مليح. غادي ننزح هذا الانسترومون وندير اللي يشبه الورقه او المثلث، لان العجينه من بعدها غادي تكون شويه صلبه. الاول اللي يكون للسوائل وهذا اللي تكون نوعيه متوسطه. وبالنسبه للخبز تعملوا هذاك اللي يشبه الاس. غادي نوضعوا الفارينه خميره الحلوى ونخلطوهم دائما في الاول بسرعه قليله
من بعد نزيدو في السرعه. المرحله الاخيره ما غاديش تاخذ وقت كبير، غي يتجانس الخليط نحبسه. العجينة تاعنا راها تخلطت، غادي نزيد عليها حبيبات الشوكولا وهي تتخلط. غادي لي بضعة ثواني ونحبسو على نحبسو الخلاط. تقدروا كما قلت لكم تستعملوا الخلاط العادي، والمرحلة الثانية من تزيدوا الفارينة استعملوا ملعقة تاع خشب. هنايا الخليط نتاعنا غادي يتبالكم سائل، لكنه خلوه يرتاح ربع ساعة. من يرتاح ربع ساعة غادي يتماسك، هذيك الشوكولا تشد روحها وايضا الفارينة، وغادي تشرب مليح السائل هذاك. لازم تكون على هاد الهيئة، ما لازمش تكون سائلة. بعد غادي نحكموا العجينة تاعنا وغادي نكوروها، نصنعوها كويرات بهذا الشكل. ولازم تباعدوا بين الكويرات لخاطرش من بعدها غادي تكبر، غادي يتضاعف حجمها. هاد الكمية كامل عطاتني 29 حبة، حجم يعني لاباس به مليح. دائما باعدوا كما قلت لكم بين الحبات باش من بعد ما يتلاصقولكمش. ومين طيبوا في الفرن طيبوا بالبلا واحد، ما تدخلوش لي دو بلا في رحبه. كيما انا جاوني دو بلا، طيب غير بالواحد. والان سنمر الى طريقه الطهي المهمه جدا. غادي نقوم بتسخين الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فرنهايت. البلا غادي نحطوها في وسط الفرن، وغادي مده الطهي ما لازمش تكون اكثر من 15 دقيقه. غير تشوفوه تشقق حبسوا عليه. غادي من تحبسوا عليه غادي من تشوف تلمسوه غادي تلقوه طري، تحسبوه ما طابش هو، لا صغير تشوفوه تشقق سي بون، يعني الطياب تخلوه من الداخل، تخلوه حتى يبرد عاد باش تنزعوه من البلا تاعكم. يعني في من تخرجوه من الفرن يكون طري. ها هو هنايا راه جاهز، غادي تشوفوه من الداخل كيفاش يجي. وكما قلت لكم زعما نوعيه جيده، زعما ما تحسبوش من ديرو، ما تحسبوش باللي صنعتوه في الدار، يبان كي شغل مشري مقرمش ويدوب في الفم. وشهية طيبه كما شفتوا، وصفه سهله وبسيطه وتحصلنا على كميه لاباس بها. بالنسبه لملاحظات اليوم، تقدروا تزيدوا مع السيرو هذاك اللي درناه فوق النار متوسطه، السكر مع الماء يغلو فوق النار، تقدروا تزيدوا معه ملعقه او ملعقتين نوتيلا الا كنتوا تبغوا هذاك الذوق تاع النوتيلا، ولا ما كنتوش تحبوه ما ديروهاش معليش. وايضا ما لازمش كما قلت لكم طيبوه اكثر من 15 دقيقه، لخاطرش لو كان طيبوه اكثر غادي يقسح لكم يجيكم يابس. وملاحظه اخيره، الا ما تحبوش هذاك الحبيبه تاع الشوكولا يبانو في لي كوكيز، يعني من تاكلوهم هكا كيبانو، تقدروا ايضا توضعوهم مع السيرو يذوبوا تماما. من بعد لي كوكيز من الداخل غادي تجي عندهم هيئه واحده، ما كاش هذوك الحبيبات. هذه الوصفه ايضا من بين طلباتكم، وان شاء الله تكون عجبتكم. وصلنا الى نهايه وصفه اليوم، ونقول لكم مع السلامه والى الوصفه الجايه ان شاء الله.